أكد يسلم البابكري نائب رئيس الدائرة السياسية للإصلاح في شبوة أن سير الأحداث في المحافظة يؤكد أن أداء مجلس القيادة بحاجة إلى الكثير من المراجعة، وأن تلك الأحداث تستحق أن يرفع الصوت من أجلها لتصحيح المسار في أداء المجلس، مضيفا أن مباركة وتأييد المجلس لا تعني الصمت عن أي أخطاء في الأداء. وقال يسلم البابكري في حوار مع سهيل نيت إن الإصلاح ظلم كثيرا، لكنه لا ينطلق في مواقفه من مسألة مصالح بقدر ما هو رفع الصوت للحفاظ على ما تبقى من وطن تستنزفه المشاريع الصغيرة. وقال يسلم البابكري في حوار مع سهيل نيت إن الإصلاح ظلم كثيرا، لكنه لا ينطلق في مواقفه من مسألة مصالح بقدر ما هو رفع للصوت للحفاظ على ما تبقى من وطن تستنزفه المشاريع الصغيرة، مؤكدا أنه دون بناء مشروع وطني مبني على الشراكة ووجهته استعادة الدولة ومقاومة الانقلاب، فهذا مؤشر على السير في الطريق الخطأ الذي يتطلب رفع الصوت لتصحيح المسار. ودحض البابكري الاتهامات للإصلاح بإشعال معارك جانبية في المناطق المحررة، مؤكدا أن هذه الاتهامات يطلقها من يمتلكون جيوشا مسلحة خارج سلطات الدولة، مشيرا إلى أن الإصلاح جزء من المجتمع اليمني الرافض للانقلاب على الدولة وفي طليعة المشروع المقاوم في إطار الدولة ومؤسساتها، ويخوض معركة الدفاع عن اليمن تحت راية الجمهورية اليمنية لا تحت راية الحزب. وجدد البابكري التأكيد على موقف الإصلاح المؤمن بالشراكة والرافض لأي استئثار أو إقصاء يفقد العمل الوطني توازنه. وقال البابكري إن الإصلاح ليس لديه مشكلة مع أحد، وأن معركته الوحيدة هي مع ميليشيا الحوثي، مؤكدا حرص الإصلاح على إقامة علاقة متميزة مع الأشقاء في التحالف العربي. وعن تقييم أداء القوى الوطنية المؤيدة للشرعية، أشار البابكري إلى أن مرحلة 8 سنوات تحتاج إلى مراجعة شاملة تقيم الإخفاق وتصحح المسار، سواء في منظومة إدارة الدولة أو في أداء القوى السياسية وفي العلاقة مع التحالف العربي. وعن رؤية الإصلاح لإيقاف الحرب، شدد البابكري على أن من أشعل الحرب هو من لا يريد إيقافها، وينظر إلى أي خطوة للسلام ككسب للوقت لخوض الحرب من جديد. وفيما يتعلق بمشاريع التقسيم، أشار نائب رئيس سياسية إصلاح شبوة إلى أن الإصلاح متمسك بالقيم الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة اليمنية، مؤكدا أنه لأجل هذه القيم يبذل الإصلاح ويضحي. وأكد البابكري أن التقارب مع الحوثي هو ضرب من الخيال، فلا يمكن أن يجتمع الفكر السلالي مع المشروع الوطني، ولا الإمامة مع الجمهورية، ولا يمكن أن تلتقي ثقافة الموت والعنصرية مع قيم الحرية والمساواة.